أهم موضوع اليوم كان المستجدات القضائية وما حصل اليوم بموضوع الحاكم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة. ماذا حصل اليوم؟ لماذا تم استئناف قرار القاضي نقولة منصور؟ شو هي المستجدات بهذا الملف؟ طبعا يعني بتعرفي حضرتك أنه الأسبوع الماضي كان الخميس للخميس اليوم كان في دعوة أحيلت أمام قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان نقولة منصور، دعوة من القاضي غدعون ادعت فيه على رياض سلامة وعلى رجا سلامة بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. بما أنه يعني رجا سلامة كان موقوف بقرار احتياطي من القاضي غدعون، القاضي منصور استجوب وصدر مذكرة توقيف بحقه، وكان حد الجلسة للحاكم رياض سلامي ليمثل اليوم. نعم. اليوم طبعا الحاكم مصرف لبنان ما حضر، حضر وكيله المحامي شوقي أزان، وقدم دفع شكلي بخصوص يعني عدم اختصاص القضاء العدلي بملاحقته، انه في اجراءات محددة يجب اتباعها قبل استجواب أو قبل الادعاء على حاكم مصرف لبنان واتخاذ أي إجراء بحقه. طبعا يعني هيدا الدفع أحيل أو ضم للملف، وأرجي جلسة استجواب رياض سلامي حتى 9 حزيران المقبل. بما خص رجا سلامي، كان محامي تقدم قبل يومين بطلب إخلاء سبيل له، أبدت القاضي غدعون رأيها امبارح وطلبت رد اخلاء السبيل. اليوم كان في قرار مخالف للقاضي منصور، قرر اخلاء سبيله لرجا سلامه ولكن بكفاله ماليه عاليه. نعم. هي 500 مليار ليره، اذا بدك تحسبين على سعر الصرف بالسوق السوداء اليوم بحدود ال 20 مليون دولار، وهيدي للمفارقه اعلى كفاله بتاريخ القضاء اللبناني. أحيل الملف للقاضي غدعون لحتى تبدي رأيها، يبدو أنه نيمته لبكرة الظهر لسببين. السبب الأول لحتى ترفض إخلاء سبيله وتستأنف القرار قدام الهيئة الاتهامية. نعم. وتخليه موقوف، تطلب إبقاءه موقوف. والمسألة الثانية أنه هي استنفذت الـ 24 ساعة اللي بيعطيها القانون لها الحق فيه لظهر غد، يعني إذا استأنفت بكرة الظهر يعني ما بيكون فيها هيئة اتهامية، يعني تلقائيا سبت أحد بيكون نام بالحبس رجا سلامي يومين إضافيين. بس أيضا يعني المعلومات بتقول أنه حتى وكيل رجا سلامي سيستأنف القرار لأنه بيعتبر الكفالة عالية جدا، وما باستطاعته اليوم أنه يدفع هذه الكفالة لأنه هذا المبلغ منه متوفر بالكاش عند موكله، وبالتالي الأمور أنا بتصور راح ثلاث تنين لحتى يتحدد إذا القاضي غدعون أو إذا الهيئة الاتهامية راح توافق على إخلاء سبيله، وإذا الطرف المدعى عليه رجا سلامي بقدرته أنه يدفع الكفالة. وأنا بتصور القرار اللي أخده القاضي منصور هو قرار محرج لرجا سلامي، بمعنى انه وقت اللي بيعلي سقف الكفاله لهالدرجه وكانه هو ما بده يتركه، او اذا بده يدفع الكفاله رجا سلامه فبيكون هذا محرج امام الناس، انه انت اليوم عم تدفع 20 مليون دولار كاش بالوقت اللي ما في حدا من اللبنانيين معه 1000 دولار. طب هون استاذ يوسف، البعض بيقول انه هون اساس النكد السياسي الموجود بالبلد واللي عم يستخدمه القضاء فيه. طيب حضرتك عم بتقول انه اعلى تكلفه بموضوع اخلاء السبيل بتاريخ القضاء، طب اليوم هل في هناك من عناصر هالقد محكمه بالدين رجا سلامه ورياض سلامه لحتى يكون هيك قرارات قضائيه؟ لا، خلينا نتفق روان انه هذا القرار تدبير احتياطي، وبالتالي اليوم قاضي التحقيق اذا تركه لرجا سلامه في يمنعه من السفر. نعم. وفي حتى يحجز له على امواله اللي هي موجوده بالمصارف اللبنانيه من صلاحيته، وشيء قانوني بيكون. نعم. وبالتالي انا برايي ما في دافع او ما في داعي لحتى يعلي هيدي الكفاله لهيدي الدرجه، ولكن انا بتقديري او بحسب خبرتي ومعلوماتي المحدوده بهذا الموضوع اللي استقيتها اليوم قبل ما اجي على الاستديو، انه قاضي التحقيق شاف انه الاوراق الموجوده بالملف او المستندات الموجوده ضعيفة إلى حد كبير، وبالتالي لا تستوجب إبقاؤه موقوف. ولكن أيضا هذا القاضي بده يحفظ ظهره أو بده يحفظ خط الرجعة،
كي لا يقال انه وصل لايده موقوف يعني دسم لهذه الدرجه واخلى سبيله بعد اسبوع، وبالتالي هو على الكفاله بالدرجه الاولى هو ريح ضميره انه اخلاله سبيله، لانه المستندات الموجوده بالملف لا تستدعي الاستمرار بالتوقيف. والميل الثاني انه كي لا يلام هو انه اخلى السبيل هيك يعني بشكل خفيف وسريع على الكفاله الى حد كبير، ولكن انا بتصور انه هو يعني كبر الحجر لحتى ما يوصل او ما يصيب. وبتصور يعني في ضغوط اليوم تمارس على القضاء بهذا الموضوع، ضغوط غير مسبوقه بتاريخ القضاء، كي يعني تستكمل عملية تطويق حاكم مصرف لبنان، سواء من خلال الدعاوى اللي عليه أو من خلال خيو. ونحن بنعرف اليوم حتى اليوم كان في جلسة استجواب، أو كانت القاضي غادة عون مستدعية حاكم مصرف لبنان اليوم لاستجوابه بدعوى أنه هو عطى قروض للمصارف مشان ترتيب أوضاعه بعد أزمة السيولة بعد 19 تشرين. ونحن بنعرف انه ما حضر اليوم القاضي رياض الحاكم رياض سلامه، لانه هو بيعتبر في خصومه شخصيه بينه وبين القاضي غادة عون، وبالتالي نحن بننتظر بين بقيه والتاني انه تاخذ اجراء بحقه. وفي معلومات قيلت انه ممكن تصدر مذكره احضار جديده بحقه، ولكن لحد هلا ما صدر هذا الامر. حتى كان البعض اليوم متوقع انه يكون في مذكره توقيف غيابيه بحق الحاكم رياض سلامه. لا كان هيك رايحين، هذا استنتاج، ولكن الكل بيعرف اللي قريب من هذا الملف رواند او اللي بيشتغل بالحقل القضائي بيعرف انه ما بيقدر اليوم يعني قاضي التحقيق يصدر مذكره توقيف فورا، لانه في اجراءات بده يستكملها ما بيقدر يتخطاها. مثلا كان اليوم حدد له جلسه، لو ما حضر هو أو ما حضر وكيله ليقدم دفوع شكلية كان بيقدر يعمل مذكرة أحضار، طالما أنه الحاكم تبلغ وما حضر فيه يعمل له مذكرة أحضار. إذا ما نفذت مذكرة الأحضار بيقدر يعمل له مذكرة توقيف غيابية، لكن أما وأنه حضر موكله اليوم وقدم دفوع شكلية يعني كأنه حضر الحاكم وقام بالإجراء اللي مطلوب منه أو اللي لازم يقوم فيه، وبالتالي لا سقطت كل الذرائع اللي ممكن تدفع قاضي التحقيق لإصدار مذكرة التوقيف، لأنه مثل ما قلت لك مذكرة التوقيف لا تصدر يعني هيك بشكل سريع وخفيف أو مثل فشة الخلق. لا، في إجراءات بده يستكملها قاضي التحقيق، وإلا بيكون بيعرض حاله للطعن والرد بهذه الدعوة.